اي ار ام بي والبي ام اي اي سي بي، والنهارده ربنا يبارك اخد شهاده كمان اللي هي الاو بي ام 3 اللي هي البي ام اي ليميت اللي هي ليدر شيب انستيتيوت ماستر كلاس، وما شاء الله مستشار متحدث في اداره المشاريع، ولديه مجموعه فريده من المهارات ومكتسبه من 20 عاما من مؤسسات اداره المشاريع، وقام بتطوير وتنفيذ وتشغيل العديد من مكاتب اداره المشاريع والبرامج البي ام او وانظمه معلومات اداره المشاريع البي ام اي اس، وما شاء الله خبره كبيره في اتمته تخطيط المشاريع والتحكم واعداد التقارير، وشارك في العديد من المؤتمرات في منتديات البي ام اي زي سنغافوره والامارات والبحرين والكويت وتركيا واسبانيا وايطاليا وبريطانيا وامريكا وبولندا، وما شاء الله يعني استاذ كبير وغني عن التعريف. ان شاء الله تبقى محاضره قويه جدا، ويعني اعتقد الاختيار موفق جدا في الفتره الحاليه اللي هي في المشاكل الموجوده، ايه المهارات اللي احنا محتاجينها لاداره المشاريع. اتفضل استاذنا، الف شكر على أنا أشكرك جدا 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 وأشكر الحضور ومتشكر جدا على التقديم الكبيرة دي، ويعني الحمد لله هذا من فضل الله يعني عز وجل، مش في دخل كبير يعني، لكن طبعا شهادتك فيها مجروحة لأنك يعني حبيبي من زمان، فلازم يعني تعمل كده. لكن عموما أنا يعني يشرفني جدا جدا أكون معاكم النهاردة، و طبعا فرصة طيبة جدا نكون مع مجموعة من أروع الناس اللي مهتمين بإدارة المشاريع وكمان بالتطوير، وطبعا ما شاء الله يعني بيم إيريبيا بقت حاجة ممتازة جدا، ويعني الناس كلها عارفينها، وما شاء الله باشمهندس عمر والجروب اللي معاه جروب رائع الحقيقة، يمكن انا غلبتهم شويه معلش حقكم عليا، في هم يعني كانوا مهتمين جدا بالمحاضره وعلى طول بالاعداد ليها، واشكرهم جدا واشكر كل الحضور يعني. والنهارده انا بتكلم من مصر، حاسس ان انا موجود هنا بقالي حوالي يمكن شهر كام، من شهر 5 تقريبا او قبل كده، نص أربعة أو أول خمسة تقريبا أنا هنا، وإن شاء الله تعالى ودي فرصة طيبة جدا إن إحنا نلتقي بكم. محاضرة النهاردة هي محاضرة مهمة كان المفترض إن إحنا نقدمها في براغ السنة دي في البي ام اي كونفرنس، لكن إحنا قدمناها أونلاين في نفس المؤتمر لما عملوه هو أونلاين علشان كوفيد 19. وهي لها علاقة بالسكيلز المطلوبة في الفترة الجاية. أنا ما بتكلمش على ايه السكيلز المطلوبه حاليا قد ما هي ايه المطلوب في الفتره الجايه، لكنها برضو حاليا هي مطلوبه يعني. يمكن المحاضره دي او السكيلز دي انا قدمتها قبل كده من حوالي 3 سنين في برلين، ورجعت قدمتها مره تانية في حتى في مؤتمر هنا في مصر، لكن انا النهارده عملها ابديت ومره اسماعيليه صح، لكن عملت لها ابديت على حسب ايه اخر المستحدثات اللي موجوده. في هذا الموضوع عايز اشرح لكم حاجه كده بي ام اي طلعت بيها بقى لها فتره اسمها البروجكت ايكونومي. ايه البروجكت ايكونومي؟ بي ام اي قالت يا جماعه النهارده احنا في اقتصاد المشاريع. ايه اقتصاد المشاريع ده؟ قال اقتصاد المشاريع ده زي مثلا الثوره الصناعيه لما قامت، مثلا احنا عندنا النهارده ثوره مشاريع، الشركات كلها بتتحول لشركات مشاريع، كل حاجه بيعملوها مشاريع مشاريع مشاريع، وهي ده اللي بيضمن التطوير ليها. الله، طب ما الاوبريشن هيبقى ايه؟ هيبقى موجود اوبريشن بس هم بيتكلموا على ان الاقتصاد حاليا اللي بيحركه حاليا الاساسا هو المشاريع، البروجكت ايكونومي. طيب ماشي، ايه الجديد في كده؟ قال لا في جديد، ايه هو؟ قال احنا هنتنقل من حاجه اسمها جيج ايكونومي للبروجكت ايكونومي. لا معلش، ايه بقى الجيج ايكونومي ده؟ عايزين نفهمه. الجيج ايكونومي يا جماعه باختصار هو شغل الفريلانسنج. لما كنت انت مثلا تروح على ايلانس دوت كوم ولا فريلانسر دوت كوم ولا فايفر ولا العالم دي كلها اللي بتشتغل بالقطعه، فكانوا بيسموا القطعه جيج. يعني ايه؟
يعني مثلا انا عايز حته ترجمها، فببعتها لواحد فبيسمي القطعه اللي هو هيترجمها دي او التاسك اللي اديته له جيج. مثلا انا عايز اعمل ويب سايت فاديته لواحد يعمله، فده بيسميه جيج. عايز اعمل ديزاين لبيتي فاديته لفريلانسر فبيسمي دي جيج. ما بعرفش اعمل ريفيت ولا ما بعرفش اشتغل على الحاجات اللي انتوا بتشتغلوا عليها في البيلدنج انفورميشن موديلنج او بيلدنج انفورميشن مانجمنت على حسب ما بتسموها حاليا، طيب انا ما بعرفش اشتغل عليه، فجبت واحد مثلا زي باشمهندس عمر ولا كذا ولا كذا، ده بيسميها جيج. فقالوا ده احنا دلوقتي عدد الناس اللي اشتغلت فريلانسر في الجيج ايكونومي كبير جدا. طب وبعدين؟ قال لك لا، ما احنا بقى ايه، هنطلع من الجيج ايكونومي اللي هو شغل الفريلانسنج والكلام ده لحاجه اسمها البروجكت ايكونومي. وبعدين قال لك وبعدين الناس هتتجمع حوالين المشروعات، يخلص المشروع تفك الناس مره ثانيه. الله، زي البروجكتايزد اورجانيزيشن. هو قال لك مش بالظبط زي البروجكتايزد اورجانيزيشن، لان البروجكتايزد اورجانيزيشن الناس يمكن بتسيب المؤسسه كلها، بيبقوا زي المقاولين كده، لكن لا، هم بيجمعوا الناس الموظفين في المؤسسه، يخلصوا حاجه معينه وبعد ما تخلص ينفكوا مره ثانيه ويروحوا لحاجه ثانيه. ماشي، ساعدهم في الكلام ده ايه؟ ساعدهم في الكلام ده الثوره اللي حصلت كبيره في الاجايل والسكيلد اجايل فريم ورك والامور دي كلها، ولو انها بدات في موضوع الاي تي والسوفت وير الى انها عجبت ناس كثيره جدا شغالين في مجالات ثانيه زي الكونستراكشن وغيره، وبدا يقول لك الله، طب ما احنا ممكن نشغل الاجايل في كذا، طب ما احنا ممكن نعمل اللين في كذا، طب ما احنا كذا، طب ما احنا كذا، فبداوا يفكروا في الامور دي كلها. وبدا العالم يتجه هذا الاتجاه. بدات بي ام اي تشجع على فكره البروجكت ايكونومي، وبدات انها حتى تختار السبيكرز، يعني مثلا كلمه بروجكت ايكونومي في البرزنتيشن بتاعتي تضطر ان بي ام اي تقعد تعمل معانا لقاءات كتيره قبل البرزنتيشن عشان يتاكدوا هل احنا فاهمين يعني ايه بروجكت ايكونومي او لا. الموضوع حساس جدا جدا بالنسبه لهم، وانا انصحكم انكم تروحوا تشوفوا الموضوع ده. طيب والناس، يعني الناس تعمل ايه؟ يعني الناس اللي زينا تعمل ايه؟ لازم الناس اللي زينا يبقى عندهم مهارات عاليه. ليه؟ لان في حاله البروجكت ايكونومي الشركات، هل الشركات هتستثمر فينا ولا احنا نستثمر في نفسنا؟ سؤال كده يعني. تفتكر هل لو احنا اشتغلنا بروجكتايزد كده الشركات عاده بيبقى عندها رغبه في انها تستثمر في الناس اللي هم اللي هم في الشركات البروجكتايزد اورجانيزيشن، ولا عايزين ناس جاهزه؟ كتير منهم عايزين ناس جاهزه، عايزين ناس جاهزه، لكن برضه ده ما يمنعش انهم يستثمروا فيهم. لكن دلوقتي اصبحت مسؤوليه التطوير، ما عادش كل حاجه ان الشركه هي اللي تطورني، الشركه هي اللي تعملني، الشركه هي اللي تسوي لي، ما عادش الكلام ده حتى يعني مقبول قوي زي الاول. فاصبح دلوقتي في زي نوع من المشاركه، واصبح في موضوع البروجكت ايكونومي احنا علينا مسؤوليه في ان احنا نطور نفسنا باستمرار. طيب ايه المهارات اللي مطلوبه؟ المهارات المطلوبه، طبعا المهارات اللي هتكلم عنها دي هي نتيجه ابحاث ونتيجه امور كتيره جدا انا هستعرضها، لكن انا عايز اتكلم على شيء انا لمسته في الواقع العملي من قبل ما ادخل على المهارات دي. بي ام اي يا جماعه عندهم مثلث كده اسمه تالنت تريانجل، عايزكم تروحوا تبصوا عليه. تالنت تريانجل بي ام اي، ممكن حتى تعمل عليه سيرش دلوقتي تشوف. التالنت تريانجل ده ثلاث اضلاع، ضلع منهم تكنيكال، وتكنيكال خد بالك، تكنيكال يعني ايه؟ تكنيكال يعني البروسيس اللي هي خاصه بالبروجكت مانجمنت، تكنيكال يعني بروجرام مانجمنت، يعني بروجكت مانجمنت، يعني ده كده امور تكنيكال بيسموها تكنيكال. وفي ضلع خاص بالليدر شيب. وفي ضلع ثالث خاص بايه؟ حد يفتكر؟ حد شاف كده المثلث ده؟ يعني تقدروا تكتبوا في الشاتنج، يعني لو انا سالت سؤال وعايز تجاوب عليه جاوب في الشاتنج، على الاقل يبقى في نوع من انتر اكشن. لو جاوب في الشات بوكس. ضلع خاص بالتكنيكال، والتكنيكال ده المقصود بيه البروسيس والامور اللي هي خاصه بالبروجكت مانجمنت، بالبروجرام مانجمنت، بالبورتفوليو مانجمنت، والامور دي كلها بالسكادولينج، بالريسك مانجمنت. وضلع خاص بالليدر شيب، وضلع خاص بالظبط زي ما باشمهندس وليد قال البيزنس والاستراتيجي. يعني انا بقى بعملها مربع حاليا. يعني انا حاليا عايز اضيف للبي ام اي ضلع كمان، لان مش عاجبني المثلث ده. الضلع الرابع هو التكنولوجي.
الضلع الرابع اللي انا فعلا عايز ازوده على هذا المثلث او هقترحه لهذا المثلث هو التكنولوجيا. ليه؟ لان حاليا المستقبل كله رايح في هذا الاتجاه، والناس اللي هي مش هتكون بتعرف ما تعرفش تشتغل مع التكنولوجي بشكل جيد دي ناس ايه مش هتعرف انها تتواكب مع العصر اللي جاي. بالنسبة للليدرشيب، انا لو تقول لي ايه مشاكل الشركات بعد ما يعني انا شايفها في الواقع العملي كتير، بشوف ان كتير من الشركات في وطننا العربي عندهم مشكلة كبيرة جدا 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 في موضوع الليدرشيب ده اساسي، وموضوع الإدارة ده اللي بيجي بعده، وطبعا الإدارة تشتمل على إدارة الجودة. يعني الجودة صراحة الاهتمام بالديتيلز هنا يعني ضعيف جدا جدا جدا. أنا بشوف حاجات جبارة، مشاريع رائعة، وتيجي على ديتيلز بسيطة في التصميم كان المفروض إنها ثلاثة ديتيلز في الجودة كان المفروض الناس انها تعملها بشكل جيد. للاسف الشديد كل حاجه جميله الا الجوده بتاعه الخدمه، كل حاجه جميله، كل حاجه ناقصه حاجه. للاسف الشديد مش قادر يعني كل ما اجي اعجب بحاجه الاقي طلع لها حاجه. للاسف يعني كل حاجه طلع لها حاجه. ليه؟ انا مش عارف. طيب ده نتيجه ايه؟ نتيجه يا اما الناس يعني انا شفت ناس كتير قوي معاهم شهادات وما شاء الله يعني حاجه رائعه جدا، لكن زي ما تقول عندهم فكرة ان الشهادة حاجة والتطبيق حاجة. يعني انا مش عارف مين اللي جاب لهم الفكرة دي. يعني ممكن يعني يكون في بعض الحاجات not applicable، لكن على الاقل في 80 40 80 90% من الحاجات applicable. او لو انت ظبطها، انت ظبطها، انت خليك حرفي في هذا الموضوع. عشان كده بي ام اي وغيره وغيره بيقول لك اعمل تيلورنج للبروسيس، اعمل تيلورنج للامور دي كلها، مش لازم تمشي بالظبط زي ما هم يعني مكتوب في الكتاب صحيح. لكن دايما عندي لقيت ان المهارات دي يا جماعه صراحه ليدرشيب انا شفت افتقاد كبير في الليدرشيب في بقى كتير من الشركات، مش كلهم طبعا، انا شفت ناس ممتازين جدا، لكن خاصه الشركات الميديوم سايز، الشركات الكبيره الى حد ما ليها نظامها، الشركات الصغيره انهم لسه انتربرنورز ولسه ستارت اب بزنس ليهم نظامهم، لكن الشركات المتوسطه عندهم عايز اقول عايز اسميها متلازمه الستارت اب بزنس. ايه متلازمه الستارت اب بزنس؟ هم كانوا ستارت اب صغير وشغالين كلهم مع بعض، وبعدين بداوا ينتقلوا من مرحله لمرحله ثانيه، بقت شركه متوسطه لسه شغالين بنفس كونسبت الفاميلي بزنس او الاصحاب اللي عاملين ستارت اب بزنس. هي دي مشكله كبيره. فدي برضو لازم السكيلز تتعدل في الليدرشيب، والسكيلز كمان في الاداره بشكل كبير جدا. وكمان البيزنس والاستراتيجي. يمكن لما نتكلم طبعا حضراتكم يعني معظمكم مهندسين وناس ممتازين جدا، لكن لما نيجي نتكلم مع البيزنس والاستراتيجي الناس بتفتكر ان الكلام ده كلام يعني نظري، كلام ليه؟ لان هم واخدين على شغل تاني. لا، الكلام ده عملي. انا ما شفتش مشاكل كبيره الا مشاكل الاداره. بدليل مثلا مش حد كان كاتب احصائيه ان السودان عندها 74 مليون بقره، واثيوبيا مش عارف عندها حاجه و50 مليون بقره، وهولندا عندها 11 مليون بقره، بس هولندا بتشرب الناس كلها لبن في العالم. ليه؟ لان عندهم اداره. فكون ان عندنا موارد دم ومن غير اداره دي مشكله. الإدارة والأمور دي كلها أنا بس حبيت أتكلم على الحاجات الأساسية، الثلاث أركان الأساسية قبل ما أدخل في الركن الرابع اللي إحنا هنتكلم عنه في موضوع إيه بقى اللي إحنا منتظرينه في المستقبل. الكلام اللي أنا بتكلمه ده طبعا البرزنتيشن دي قدمتها أنا وصديقي محمد إلياس في اثنين برزنتيشن، واحدة في براغ واحدة مفترض إنها في كندا، يعني الاثنين صراحة كان أونلاين، لكن كان مفترض ان احنا نكون هناك فيس تو فيس، لكن الحمد لله عملناهم الاثنين اونلاين، ودي الثالثه اونلاين برضه. هنا اللي من الاوبجكتيف والتيك اواي ان هو المفترض ان احنا بعد السيشن دي نعرف ايه هي النيو كواليفيكيشنز والنيو سكيلز اللي احنا محتاجينها، وكمان في الديجيتال ترانسفورميشن اللي بيحصل.
والمفترض انك انت بعد ما تخلص يكون عندك زي ليرنينج بلان علشان تكون فعلا مستعد للمستقبل. يمكن انا اللي متابعيني على الفيسبوك او لينكد ان، انا كنت بتكلم دايما عن المستقبل، وكان كتير من الناس شايفين ان انا يعني مبالغ قوي في الموضوع ده، لغايه لما حصل كوفيد 19 الناس قالت لي لا بالظبط اللي انت كنت بتتكلم عليه هو ده بالفعل اللي احنا العالم اللي احنا شغالين فيه النهارده. انا بقولش ان احنا يعني بننجم، لكن بنقول ان احنا بنقوم دراسات، يعني هي دي الفكره كلها. ويمكن السلايد دي تكون يعني تعمل نوع من الديبيت شويه، ان 85% دي احصائيه عملها اللي هو انستيتيوت اوف ذا فيوتشر، بيقول 85% من الوظائف اللي هتكون في 2030 لم تخترع بعد. Not invented yet. الوظائف 85% من الوظائف في عام 2030 لم تخترع بعد. عارفين ايه لم تخترع بعد؟ يعني لسه ما حدش عرفها. في 2020 يعني بعد 10 سنين دلوقتي، يعني شوف احسب 10 سنين انت هتكون فين بالظبط. كمان في حاجه ثانيه، الاطفال اللي اتولدت في خلال الفتره اللي فاتت انا بسميهم اطفال ديجيتال. ليه؟ لان الاطفال دي اتعلمت ازاي تتعامل مع الايفون وتعاملت مع التابلت قبل ما تعرف تمشي. الاطفال دي اتعاملت مع التابلت وتعاملت مع التكنولوجيا قبل ما تعرف تتعلم المشي. الاطفال دي موجودين وهيكونوا موجودين في الـ في الـ في الورك فورس على 2030 موجودين، انت المفروض تتعامل معاهم. تخيل هم بيعرفوا يعملوا ميتينجز اونلاين ما بتعرفش انت تعملها. اطفال بيعملوا ميتينجز اونلاين طبعا، طول النهار قاعدين يلعبوا على البلاي ستيشن وعلى الحاجات دي كلها ميتينجز اونلاين، وبيعملوا ميشنز اونلاين خلاص. قد يكون بعضكم برضو بيلعب معاهم، فدي برضو تبقى يعني واحد يقول لي انا عندي السكيل دي، ما تشغلش بالك من السكيل دي، احنا الحمد لله مأمنينها تمام. المهم ان الناس دي عندها استعداد انها تشتغل اونلاين وتعمل ميشن اونلاين، ولو اعتبرت الميشن دي انها بروجكت هم بيخلصوه كله اونلاين، فما عندهمش مشكله في الاونلاين. ما كانش عندهم مشكله في الاونلاين تريننج، ما كانش عندهم مشكله في اي حاجه فيها اونلاين. الشباب دول بقى الاطفال دي هتكون موجوده، زي ما احنا النهارده عندنا ناس يقول لك ده ديجيتال ماركتنج سبيشاليست. طبعا لما تيجي ما كنت انا خريج من الكليه، واحد يقول لي ده في وظيفه هتبقى اسمها ديجيتال ماركتنج سبيشاليست ولا سوشيال ميديا مش عارف ايه، ولا نعرف حاجه زي كده خالص. ايه سوشيال ميديا اكسبرت ده؟ ولا هي دي الوظائف اللي اخترعت حاليا؟ لا، ده اللي هيخترع بقى بعد كده كمان اكتر من كده بكتير. طيب البرزنتيشن دي قايمه على حاجات اساسيه. اول حاجه دراسه من بلس بروفيشنال بروفيشن من بي ام اي، هي اسمها ذا بروجكت مانجر اوف ذا فيوتشر ديفلوبينج ذا ديجيتال ايج بروجكت مانجمنت سكيلز تو ثريف ان ذا ديسربتيف تايم. دي احد الدراسات. ثاني دراسه اللي هي بتتكلم برضو على من فوربس على توب ديجيتال ترانسفورميشن ترندز، ودراسات اخرى برضو جايه من بعض الجهات المعتبره، وكمان بالاضافه ل كمان اللي هو انستيتيوت اوف ذا فيوتشر فور ذا فيوتشر، ده من ضمن الحاجات الاساسيه اللي احنا معتمدين عليها، وهو له اكتر من اصدار، وكل مره الحقيقه انا متابع اصداراته علشان دايما بجدد في البرزنتيشن. فممكن تلاقي البرزنتيشن دي انا قدمتها من 3 سنين وقدمتها من سنتين وبقدمها السنه دي، وكل مره فيها شيء مختلف، لان دايما في حاجات طبعا فيوتشر. طبعا يعني مثلا لما كنت بكتب على يعني مثلا من 3 سنين كنت بقول للناس لازم الكل يتعلم الاونلاين ميتنجز والامور دي كلها، خلاص يعني مش لازم اقول للناس اونلاين ميتنج بعد كده، ما خلاص دي اصبحت سكيل اكسباير خلاص يعني، او مش فيوتشر، هي اصلا اصبحت اكزيست، اقصد انها بقت اكسباير من الفيوتشر وبقت دلوقتي بريزنت. بقت دلوقتي بريزنت مش فيوتشر ولا حاجه، ما عادش في لازمه ان انا اتكلم عنها على انها للفيوتشر لانها بريزنت. لكن دي لو شفتها من 3 سنين البرزنتيشن كانت موجوده اساسيه عندي، واللي هي الميديا وازاي تتعامل مع الميديا والفيديوز والامور دي كلها، دي كانت برضو حاجه اساسيه. لكن دلوقتي خلاص لانها بقت دلوقتي بريزنت، كل الناس تقدر تعملها، ما عادش فيها حاجه نتكلم فيها كتير، فعملنا ليها ابديت. ولكن في بعض السكيلز ستيل
موجوده وستيل احنا محتاجينها. احنا كمان عملنا دراسات على الريسيرش بتاعنا احنا، وده على ده محمد الياس اللي هو زميلي هو اللي عمل الدراسه دي، وتقريبا هو عملها على قطاعات متعدده. الناس اللي ساهمت في الدراسه الاغلبيه من الانفورميشن سيستم، والاقل منهم على طول اللي هو الكونستراكشن، وبعدين مانيفاكتشرنج والديفنس والتليكوم والهوسبيتاليتي وبعض الامور الثانيه. والدول اللي احنا عملنا لها دراسه معظمها كان ميدل ايست والنورث امريكا وافريكا، ساوث امريكا، ويسترن يوروب، ايسترن يوروب، ويست اسيا. سو زي ما انتم شايفين كده الدراسه اللي هو عملها. والجماعه دول لما عرضنا عليهم او تعرض عليهم كل المهارات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، كانوا شايفين ان هي دي الترتيب بتاعها على حسب التوب سكيلز. طبعا انا بدات بالمهارات الاساسيه اللي هي قبل ما نبدا بمهارات الفيوتشر. ايه الصوت واضح؟ الصوت ممتاز. طيب الحمد لله. انا معلش يا جماعه اعذروني، ما ببصش على الشات بوكس كتير، فاذا في حاجه حد يكلمني على طول مباشره يعني بالصوت من الشباب اللي هم المنظمين. صوت مظبوط يا باشمهندس، هو تمام، ما فيش اي حاجه، هو تلاقي بس حد عنده مشكله في الكونكشن. ما فيش مشكله، انا بس عشان انا مستفسل ما بعرفش افتح الشات بوكس. معلش شاشتين للاسف. الكمبيوتيشنال سنس ميكنج ده المهاره رقم واحد. الكونتكستشواليزد انتليجنس، الانتربرينوريال مايند سيت، الجوريزماتيك براندنج، اليمينيتنج ليتنس، الدايفرسيفاينج ورك بروسيسنج، انوفيشن، بيرسونال براندنج، اوتوميشن ليترسي، والترانس ديسيبلينري. طبعا يعني ما حدش يقفل البرزنتيشن، احنا هنكمل لانها كلها شويه يعني تقول ايه ده؟ احنا داخلين كده في اماكن لكن هي كلها هنشرحها واحده واحده وايه هي كل واحده فيها. تعالى ما نتكلم على الكومبيتيشنال سنس ميكنج. هنا انا عندي مثال. فرض انك انت دخلت على اصدقاء ليك بيلعبوا كوتشينه. ما اعرفش، في بعض الناس يمكن ما يكونوش من مصر بيلعبوا شده بالدنيا، يمكن بيلعبوا ورق، المهم يعني كاردز، دي بلاي كاردز. فانت بيلعبوا لعبه غريبه، فانت قعدت كده تتفرج عليهم وهم شغالين، بدات تحاول تفهم هم بيلعبوا ايه، فهمت ايه قوانين اللعبه ازاي من غير ما يقول لك اي حد اي حاجه. مجرد مشاهدتك ليها ومجرد بتشوف الطريقه اللي بيحسبوا بيها والامور دي كلها، بدا يكون عندك حاجه اسمها سنس ميكنج. سنس ميكنج يعني بتحاول تفهم باقل قدر من المعلومات اللي موجوده. ما حدش قال لك انت دول بيعملوا ايه بالظبط، بس انت بدات انك تفهم هم بيعملوا ايه بالظبط. هنا بيبدا يقول ايه، تبدا تقول طيب احنا دلوقتي في بيانات هتجيلنا كتيره جدا 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 من الماشينز ومن الهيومن، من الناس ومن الماكينات. احد المهارات اللي حضرتك لازم تكون عارفها انك ازاي من البيانات ومن الارقام اللي جايه من الماشينز ومن البشر تقدر تطلع منها قرار. ده اسمه كومبيوتيشنال سنس ميكنج. قبل كده زمان من ثلاث سنين كنت بعمل البرزنتيشن دي كان بتكلم على السنس ميكنج بس، لكن دلوقتي لا. طيب ايه اللي بيساعدني في الحاجات دي؟ ايه الدورات اللي انا اخدها؟ يعني انت دلوقتي ما ترمينيش تقول لي روح كومبيوتيشنال سنس ميكنج ودي حاجه مهمه جدا والعالم كله قال دي مهمه جدا 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 وخلاص على كده، اروح فين انا بيها يعني؟ في حاجات تدرسها طبعا، البرزنتيشن دي ممكن ابعتها للشباب في بيم اريبيا يبعتوها لكم يعني، ما فيهاش مشكله، ممكن داونلود من الانترنت يعني ان شاء الله موجود. في الباترن مايننج، او حتى ممكن تعمل سكرين شوت للشاشه عشان تبقى معاك من دلوقتي. الباترن مايننج دي اعمل سيرش عليها. الويرابل سنسنج،
الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج. معلش احنا دلوقتي معلش احنا كده ايه شكلنا هنختلف ليه؟ لا ما هو ايه ماشين ليرنينج بقى وارتفيشال انتليجنس، احنا ناس يعني معلش احنا مهندسين مباني وعلى الكلام ده يعني، مش يعني عشان نروح ندرس الكلام ده، ده عايز جماعه بتوع اي تي. لا مش عايزك، انا مش عايزك تروح تدرس لدرجه انك انت تعمل برامج بالكلام ده، بس على الاقل يكون عندك فكره ايه ده الهيومن ماشين انتليجنس، السوشيال سيجنال بروسيسنج، الكومبلكس نتوركينج، البيج داتا بيز، البلوك تشين. الله ايه البلوك تشين ده كمان؟ طب انا مالي مالك بلوك تشين؟ لا ما انت لما تعرفش حضرتك ان العقود في المستقبل هتكون مستخدمه البلوك تشين. الله مش البلوك تشين دي بتاعت البيتكوين؟ لا ده البيتكوين ده بالنسبه للبلوك تشين حاجه لا تذكر، عامل زي الايميل بالنسبه للانترنت. امال ايه البلوك تشين ده؟ البلوك تشين حضرتك اي عمليه بروسس بتتعمل بيبقى بلوك، بنروح عامل لها بلوك خلاص، ولما يجي عمليه تانية تتبني عليها لازم يتاكد ان البلوك اللي تحت ده سليم 100% عشان يبني العمليه التانية فوقيها السليمه. لو البلوك ده فيه مشكله ما تتبنيش. الله طب وده يتبني في ايه؟ ده كده في العقود، حاجه اتسلمت واتعملت عليها اوكي دان خلاص. لما يجي انا كمقاول اقول انا خلصت الشغل ده، لازم المجتمع اللي انا فيه اللي هم معايا في البلوك تشين يقولوا اه صح خلص 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 خلص، كلهم قالوا خلص يروح معمول بلوك خلاص. تيجي تقول لك لا ده ما خلصش، ما ينفعش. ليه؟ لان بلوك تشين هي دي اللعبه، دي اللعبه. حكومه الامارات بدات تركب البلوك تشين بينها بين العقود الداخليه من الحكومه وبعضها. طب وبعدين؟ وبعدين المفروض في المستقبل ما يبقاش في حاجه اسمها شهر عقاري بالمناسبه، لان ده كلام حاليا بعد التكنولوجيا يعتبر بكلام متخلف. ليه؟ لان لو كل وحده سكنيه ليها الرقم بتاعها، واحنا في مجتمع كل الناس قالت الوحده دي بتاعت فلان ومحدش اعترض على الكلام ده، خلاص انتهينا. واللي يجي بعد كده عايز يشتري منه عايز يبيع له، لو في المجتمع حد قال لا يا جماعه الموضوع ده فيه غلطه، ما يشتغلش، ما تدريش البلوك ده. المستقبل ده اللي الناس بتفكر فيه في المستقبل. حتى البلوك تشين بيستخدم في اشارات المرور، لو اشاره مرور حتى تقدر انها تتواصل مع بعض علشان تعدي السيارات. لما تيجي مثلا عربيات واقفه في اشاره مرور واحده، فاشاره المرور بتدي لبقيه الاشارات الثانيه، ها عندكم عربيات واقفه؟ لا ما عندناش عربيات واقفه. افتح لده، اه افتح لده، يفتح لده، يعدي خلاص تقفل، ده بلوك. استخداماتها كتير في الزراعه، في الصناعه، في كل حاجه. طب الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج دي حاجه اساسيه. النهارده كنت مثلا النهارده ايه؟ انا من 5 سنين اصلا كنت حاضر، كنت سبيكر في مؤتمر، يا ربي 5 سنين او 4 سنين اي دونت ريمبر، كنت حاضر كنت سبيكر في مؤتمر في دبي اللي هو دبي انترناشونال بروجكت مانجمنت فورم، يعتبر يعني اكبر حدث بيحصل في الخليج من ناحيه اداره المشاريع وكده، او ده اللي انا يعني من وجهه نظري. فالمهم كان حاضر واحد من المانيا كان بيتكلم، بيقول هو من شركه كونستراكشن كبيره وهم ليهم فروع كتيره حوالين العالم ومشغلين الارتفيشال انتليجنس عشان الريسك مانجمنت، يحدد الريسك ويعمل الريسك اسسمنت. طب هل هيحل محل الناس؟ لا مش هيحل محل البشر. ليه؟ لان هو هيدي لك داتا بس. طب وانت وظيفتك ايه؟ انت وظيفتك بقى السنس ميكنج اللي احنا بنتكلم عنها، انك انت تقعد تجيب من الماشين البيج داتا والكومبلكس نتورك والسوشيال سيجنال بروسيسنج والامور دي كلها، وتفهم الشغل ده ماشي ازاي بالاضافه للمعلومات اللي جايه لك من الناس. ودي الدورات اللي انت تقدر تاخدها. طب اقدر اخد دورات زي كورسيرا؟ اه اروح اي حاجه فيها من دي فاندمنتال روح خدها. ارتفيشال انتليجنس فاندمنتال، هيومن ماشين انتليجنس فاندمنتال، اي حاجه فيها فاندمنتال روح خدها. ليه؟ لان انا مش عايزك تكون، بس عايزك تكون فاهم. لما حد يقول لك ده احنا ان شاء الله احنا في حكومه دبي هنشغل بلوك تشين وكل المهندسين اللي هنا لازم يكونوا عارفين مش عارف ايه، ما تبقاش تقول ايه البلوك تشين ده يا جماعه، او لحد منكم مثلا يسافر مثلا في هنا ولا هنا. يعني ايا إن كان انتوا فين بالظبط على الخريطه، دي حاجات مهمه جدا واصبحت حاجات اساسيه. كان من يومين بكلم واحد على الـ على الـ على ويب سايت على الانترنت، والله ما انا عارف اذا كان هو ماشين ولا بني ادم، لغايه لما عرفت في الاخر انه بني ادم. تاني حاجة اللي هي contextualized intelligence. ايه ده بقى؟ ده اللي كنت بتكلم عليه زمان، انت عملت 3-4 محاضرات في اكتر من مؤتمر عن الكالتشر، عن البيزنس، انك تفهم
البيزنس ماشي ازاي والكالتشر ماشيه ازاي والسوسايتي ماشي ازاي. يعني ايه؟ يعني انا موجود في بلد ما، لازم افهم في البلد دي الاقتصاد بتاعها. الله، طب انا مالي ان انا مدير مشروع؟ ما ينفعش، ما عادش ينفع. كان ينفع، دلوقتي ما عادش ينفع. لازم تفهم البوليتكس ماشيه ازاي. ليه؟ لان كتير جدا من المشاريع وقفت عشان البوليتكس. لازم تفهم الكالتشر، انا بتعامل مع ناس في الكالتشر. يمكن انا عملت اكتر من محاضره على الكالتشر انتليجنس، وانا نفسي رحت خدت كورس عند دكتور ريتشارد لويس، ده يعتبر من البايونيرز في العالم اللي في الكالتشر. وعلى فكره الكورس خدته على حسابي مش على حساب اي حد تاني، وكان غالي، وكان في بريطانيا في مكان كده بتاع 100 ميل من لندن، ما اعرفش فين، في مكان كله ده ميدل اوف نو وير، مكان كله زرع كده هناك، عامل ده بيته والمكان اللي بيدرس فيه. رحت خدت عنده الدكتور ريتشارد لويس، يمكن تروح تعمل سيرش عليه، اللي هي سميها الكالتشر موديل فور دكتور ريتشارد لويس. في موديلز كتيره جدا للكالتشر، بس ده اللي انا اعرفه، لان انا ده يعني ايه التوقيت مع الدكتور ريتشارد نفسه وهو اللي درسه لي. بس ليه انا درسته؟ الكلام ده على فكره سنه كام؟ يمكن الكلام ده سنه 2013 او 2014 خدت الكورس ده وبقيت سيرتيفايد من عنده كذا كذا. ليه؟ لاني انا بتعامل مع ناس من جنسيات مختلفه. يعني مثلا انا الحمد لله رحت مثلا درست في سامسونج في سول في ساوث كوريا اكتر من مره، رحت هونج كونج درست هناك، اديت كورسات هناك، رحت في اوروبا في امريكا، في رحت هناك في اسمه لاتين امريكا في اسمها بوغوتا في كولومبيا. كل بلد ليها كالتشر معينه، لازم افهم الكالتشر بتاعت البلد دي عشان اعرف اشتغل معاهم، سواء انا بشتغل كونسلتنت، سواء انا بشتغل ترينر، سواء انا بشتغل. يعني مثلا في الحاجات اللي اتعلمتها في هونج كونج، لو حد كتب اسم واحد باللون الاحمر ده معناه بيتمنى له الموت. فتخيل انا مثلا لو جيت اتعرف على الناس في الاول يوم مثلا في الكورس وكان معايا قلم احمر وكتبت اسمائهم مثلا على البورد باللون الاحمر، يعني تخيل انت مثلا يعني ممكن الناس تحس بايه. خلاص عرفت ان في عندنا الكالتشر مختلفه، الالمان والناس السويسريين والناس اللي هم من الدنمارك، دول من حاجه اسمها لينير اكتيف كالتشر، بيهتموا بالبروسيس والداتا اكتر من الناس، اكتر من البشر. بينما احنا كعرب والايطاليين والهسبانيك امريكان والاسبانيش من حاجه اسمها مالتي اكتيف كالتشر، وي ار مور بيبل اورينتد، يعني ممكن بالمعارف نخلص حاجات ما تخلصش بالبروسيس، ممكن عشان كده الاجايل ده حلو جدا معانا فيس تو فيس توك، ويعني من غير ريبورتس طويله، من غير ديتيلز كتير. هنروح على اليابان وفيتنام، دي اسمها ري اكتيف كالتشر، دول ما تفهمش اذا كانوا هم موافقين مش موافقين. لما تفاجئهم في باي حاجه في اجتماع مش هيقول لك لا، بس ده مش معناه اه. ولما يعزموك ده مش معناه ان هم بيعزموك علشان بس كده عزومه. يعني انا كنت اضطر ان انا اروح، يعني ببقى تعبان جدا جدا من سفر ومسافر اكتر من 20 ساعه، ويقول لك ده مثلا مدير مشاريع مثلا شركه كذا عزمك على العشاء، اضطر ان انا اروح. ليه؟ لان ده من ضمن بروسس البيزنس، لازم يثق فيك الاول قبل ما يبقى في بيزنس بينكم. ف طبعا دي حاجات لازم اتعلمها، الكالتشر والسوسايتي والبيزنس والبيبل، هاو تو ديل وذ ديفرنت بيبل. واحد يقول لي طب ما انا في مصر دلوقتي لا بتعامل مع، او مثلا في الاردن او في السعوديه ما بتعامل. لا بالعكس، احنا بنتعامل مع جنسيات كتيره، دليل انا ما اعرفش كم واحد كان من كم بلد. حتى على فكره ان كل البلاد العربيه كلها زي بعض دي فكره غلط. انا كنت اروح المغرب الاقيها مختلفه عن مثلا السعوديه او عن يعني كل بلد، حتى في البلاد دي ليها ثقافة، السودان مختلفة عن بلاد تانية، كل بلد ليها ثقافة في شغلها مختلفة عن البلاد التانية. حتى للأسف الشديد حتى الناس اللي بتدرس كالتشر بتاخد الميدل إيست أو العرب كلهم كقطعية واحدة كده، وده يعني طبعا يعني مش صحيح يعني، بس يعني دي أقرب النظريات أو أقرب المودلز اللي احنا بنتعامل عليها. طيب أدرس إيه في الموضوع؟ أدرس الاكونومي، السوسايتي، البوليتيكال لاند سكيب، الكالتشر، الليرنينج لاند سكيب. لازم تعرف الكالتشر بتاعت البلاد دي علشان تعرف تتعامل معاها. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده اللي هي الانتربرينوريال مايند سيت. ايه الكلام ده بقى؟ احنا نعرف الانتربرينور اللي هي رياده اعمال خلاص، لكن الانتربرينوريال مايند سيت
تطبق رياده الاعمال، فكر رياده الاعمال في شغلك، سواء انت كنت رائد اعمال او كنت سواء شغال في شركه كبيره. بس لازم الشركه تسمح لك بالكلام ده. يعني انا بس ايه، مش عايز اقول كلام الناس تيجي تطبقه ما تعرفش تطبقه ليه، لان الكالتشر بتاع الشركه تمنعهم الكلام ده. ايه الانتربرنورز بيعملوا ايه؟ الانتربرنورز غير كرييتيف. بيحاولوا دايما يجيبوا افكار كرييتيف. عندهم ليرنينج اجيليتي، بيتعلموا كتير وبسرعه وعندهم مرونه وما عندهمش القوالب اللي العالم شغال عليها. انا اكتر شيء بيضايقني صراحه، يعني بقولها لكم يعني يمكن ما قلتهاش قبل كده لحد، الناس اللي بتتعصب لميثودولوجي معينه او لحاجه قروها في مكان ما، وتحس ان هو بيدافع عنها دفاع المستميت. ليه؟ في ايه؟ الدنيا مليانه حاجات كتيره جدا، انت خد منها اللي ينفعك وخليك اجايل. ركب السيستم اللي انت شايفه يمشي معاك، لان اللي يمشي معاك ممكن ما يمشيش مع غيرك، ممكن يمشي مع غيرك ما يمشيش معاك. انا دايما اشوف في الجروبات بتاعت يعني جماعه بتوع اداره المشاريع وكده، تلاقي واحد متمسك كما لو كان هو جاب فكره نزل عليه كتاب من السماء قال ان الميثودولوجي دي احسن ميثودولوجي في الدنيا، ولا كتاب من السماء ولا حاجه، دي ناس فكروا فيها زي ما انت فكرت بالظبط، وانت ليك فكرك وهم ليهم فكرهم، وانت تطبقها بالطريقه اللي انت شايفها فعلا كبروفيشنال ممتازه وتناسب الشغل بتاعك. يمكن وانا برضو يعني لسه جونيور في الفيلد ده كنت زيهم، لكن بعد فتره انا لا الوم على الشباب اللي هم يعني مثلا بيكون متعلم حاجه وهي شايف ان دي الحاجه الوحيده الصح، لكن لما يكون الواحد يعني عنده خبره كبيره والامور دي كلها شويه لازم يعني كل موضوع فيه انفتاح اكتر على ايه اللي ينفعني. دول مش نازلين بقران، دول مش رسل يا جماعه، انا عارفهم اللي بيعملوا ستاندرز واحد زي انا وزي حضرتك وزي الباشمهندس اكرم زي الناس دي كلها، هي الناس دي اللي بتعملها، وانتوا فاكرين انها نازله من السماء. فاول حاجه لازم تتعلمها انك تكسر هذا الحاجز ويكون عندك ليرنينج اجيليتي. انت راجل دلوقتي راجل بتفهم لوجيك، افهم انا اللي ينفع عني ما ينفعش عندك، وما تفتحش شابتر رقم 10 في شركه ما وتقول انا هاخد كوبي بيست للشركه لسه في شابتر رقم 1 في الميتيوريتي. لا 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 لا، كنت اعمل الكلام ده زمان لما كنت لسه جونيور صغير كده، اروح اجيب اتخن سيستم لشركه قد الفيل اركبها لشركه قد الكتكوت تموت في ايدي، وانا كذا شركه ماتت في ايدي، ما هعمل ايه؟ ما انا ما كنتش عارف حاجه. بس الكلام ده زمان بقى، كنت لسه داخل في المجال ده جديد، الحمد لله بقى ما بقتش يعني اعمل العمايل دي يمكن من 2008 9 بدات الامور ايه تتضح عني بشكل افضل شويه. لكن قبل كده انا كنت زي بقيه الناس يعني، برضه متعصب لبعض الحاجات ويعني شايف ان السيستم ده هو الافضل وانه لازم يركب في اي حته وقصص كتيره كده. المهم ما علينا، فبدات اتطور في نفسي وبدات اعمل اجيليتي من 2007 2008 بدات اتعلم في الاجيليتي بقى والامور دي كلها وبقيت اكتر انفتاح. فهنا الانتربرايز اتيتيود تو فايند ورك اراوندز، هنا بقى لازم تعرف ازاي تلاقي ورك اراوند دايما علشان الكونسترينز. اوعى تفتكر في ناس كتير قوي تيجي تقول لي ده الشركه بتاعتنا كذا واحنا عندنا كذا، دي كونسترين كونسترين كونسترين. طب وانت ما عملتش كده ليه؟ لا ما فكرتش ليه؟ لانك ما عندكش انتربرينور مايند سيت، ما انتش بتفكر زي الانتربرينورز ما بيفكروا. الانتربرينورز او رياده الاعمال دول كل يوم عندهم مشكلة، حتى بيقعدوا يفكروا ازاي يهربوا من الديانة. يقول لك اللي يصرخ الاول يديله الاول، ده كان مبدأهم على فكرة، ده مش مبدأ هزار يعني. في عندهم كده واحد الانتربرنورز قريت الكتاب بتاعه بتاع اللي هو صاحب شركة تومس بتاعت الأحذية بقى مليونير دلوقتي، بس بيقول احنا اول ما بدأنا كان نظام الفاينانشال ديبارتمنت بتاعنا كالآتي، اللي يصرخ اكتر ياخد فلوسه الاول. كان عنده طريقه كده يعني، ما بقولش ان دي طريقه حلوه، بس اقصد اقول انها كفكاهه يعني، كان هم دايما بيحاولوا يشوفوا حلول للمشاكل اللي عندهم، ودايما بيعملوا opportunity assessment. انا بستغرب جدا الناس تيجي على الريسك ريسك assessment، تدي واحد ريسك assessment يطلع لك كل النيجاتيف ريسك، ما في opportunity واحده يحطوها. كان معايا واحده من بلجيكا بتاخد معايا كورس ريسك مانجمنت من كام يوم،
قالت لي انا ما اقدرش احط الاوبورتيونيتيز في وسط الريسك ريجستر، يقولوا عليا مجنون. وشغاله على فكره، مش عايز اقولش اسم الشركه ايه، شركه كبيره جدا. قلت لها خلاص يعني حطي الاوبورتيونيتي في لسته ثانيه اسمها اوبورتيونيتي ليست، يعني مش لازم تحطيها مع في نفس الريسك ريجستر، يعني اعملي ريسك ريجستر والتاني سميها اوبورتيونيتي ليست. قالت لي ما اقدرش اقول لهم ده ريسك بوزيتيف وريسك نيجاتيف والكلام ده، ما اتبهدل فيها يعني. فقلت لها لا، يبقى انت لازم تعملي اوبورتيونيتي اسسمنت، تشوف الاوبورتيونيتي شكلها عامل ازاي، تعملها اسسمنت. انا شفت واحد كنا يعني شركه مش عايز اقول اسمها، بس هي منافسه لشركه هاني ويل، كان عندهم اوبورتيونيتي اسسمنت دي اساسيه في اي ديل بياخدوه، لدرجه ان هم كانوا مشاريع كبيره قوي بياخدوها بدون بروفيت اعتمادا على الفاريشن اوردرز. والله العظيم كانت شركه عارفه جدا، كانوا بيمسكوا، هي الشركه كانت يعني هاي تك تكنولوجي، فكان دايما مهما عمل الكونسلتنت عشان يكتب الانجينيرنج دوكيمنت والامور دي كلها بشكل واضح جدا، برضه ايه ثغرات. فكانوا هم بيقولوا لي بس مستر محمد احنا عايزين نيد تو هوك، تحط الايه الاكويبمنت بتاعتنا الاول بدل هاني ويل، بعد ما نحط الاكويبمنت بتاعتها وي هوك ذا كاستمر، بعد كده كل التشينج ريكويست وكل الفاريشن اوردرز وكل الصيانه وكل حاجه احنا بناخدها بعد كده. وعشان كده مشاريع كبيره ما بنحطش فيها مكسب علشان نحط الهوك بتاعنا، عامل زي بتاع بتوع الجماعه بتوع التليفونات اللي بيقول لك خد خط عندي وتليفون هديه، نفس الفكره تقريبا. بس هم بيعملوا اوبورتيونيتي اسسمنت خطيره، وفكرت فرجوني عليها. اي بص، انت الاول العميل طلب دي، اللي احنا كنا عارفين ان هو هيجي عند النقطه دي ويطلب الحاجه الفلانيه، وبعد كده بدانا ان احنا نحاول نزود الفكر عنده. شوف انا دلوقتي وصلت معاه دلوقتي في البروبابيلتي من 30% ل 50%، ولسه هروح اوريه سايت متركب فيه الكلام ده مش عارف في انهي بلد، دي هتزودها ل 80%. بعد كده احنا بنعمل له البرزنتيشن علشان يعرضها على مديرينه. واخد بالك انت ازاي؟ يعني شغل على ميه بيضه، وهتزيد ل 90%، وبعد كده اخد العموله بتاعتي. قلت له هو انت مهندس ولا انت بياع؟ قال لا احنا مهندسين هنا عندنا تارجت. الله، طيب حاجه اخلاقيه وليست اخلاقيه، ده موضوع تاني نعمل له اسسمنت. لكن هم شايفينها اوبورتيونيتي، فانا ما بتكلمش على ان دي حاجه اخلاقيه ولا لا اخلاقيه حاليا، هو ممكن تكون اخلاقيه ممكن تكون لا اخلاقيه على حسب العقود وعلى حسب الاتفاق بينهم. لكن ده ناس بتشوف اوبورتيونيتيز، كمان اوبورتيونيتيز في ان هم يجيبوا حاجات من بره حاجات من جوه. المهم انك انت مفترض الاوبورتيونيتيز لا تتعارض مع القواعد الاخلاق، يعني لازم لا تتعارض مع قواعد الاخلاق بغض النظر عن الكيس اللي انا بقولها لك، ما هو للتوضيح بالانسنج الافشنسي اند كواليتي، انك انت تكون سريع وفي نفس الوقت عندك كواليتي، لازم تعمل بالانس. ليه؟ لانك انت لو قعدت تستنى لغايه ما تعمل كل حاجه بكواليتي عاليه جدا وقعدت تدقق مش عارف ايه بتاع، ممكن ما تقدرش تنزل الماركت. بس انت لو عملت كومبرومايز للكواليتي علشان تزود الافشنسي، ممكن انك انت تطلع من الماركت بلا عوده. فلازم يو نيد تو بالانس. انا افهم الحكايه دي ازاي؟ لازم تفهم الكواليتي وتفهم ازاي تعمل بالانس ما بين الاثنين. الريسك مانجمنت، الجول سيتنج، الانفورميشن بيزد ديسيجن ميكنج، السيستماتيك بلاننج اند مونيتورنج، دي كلها شغل الانتربرنورز. لازم حتى لو انت نفسك تعمل ستارت اب بزنس ومش عارف تعمل ستارت اب بزنس، انت موظف، اعتبر نفسك في وظيفتك في ستارت اب بزنس. يا ريت الشركات كلها تاخد المبدا ده. احنا عندنا في شركتنا احنا عاملين المبدا ده، لان شركتنا مش كبيره والناس احنا بدانا انتربرنورز، وخلينا كل الناس انتربرنورز معانا، كل واحد عنده مشروع مثلا يقدر ان هو بقى زي ما يكون انتربرنور، زي ما كنا مشروعه خلاص بدا فيه وعمل البيزنس بتاعه والبيزنس بلان وبدا يعمل ويشتغل، خلاص هو شغال معاه كانه هو انتربرنور، كانه رائد اعمال. انا مش عايز اطول كتير عشان وقتكم. الالجوريثمتك براندنج، دايما انشور الالجوريثمز الاين وذ ذا اورجانيزيشن فاليوز. دايما حاول تحافظ على البراندنج الخاص بالاورجنايزيشن بتاعك، ودايما فكره الالجوريزمز بقى اللي هي ايه السيرش انجن اوبتمايزيشن والامور دي كلها لازم تحافظ فيها على البراندنج، ما يبقاش مثلا فيها اي شيء ضد البراندنج بتاع الاورجنايزيشن. خلاص، في بعض الثيوريز وفي داتا ستراكشر وداتا ساينس، يمكن دي ماشين ليرنينج، يمكن دي شويه
يعني محتاجه ناس يكونوا تكنيكال يشتغلوا معاك في هذا الموضوع. بتقول ان انا مثلا عندي بعض الفاليوز للاورجنايزيشن، انا عايز لما الناس تعمل اي سيرش في اي حته في العالم على الاورجنايزيشنز عندها الفاليوز دي نكون احنا موجودين، ده البراندنج بتاعك. لكن مثلا لما اقول لك البراندنج بتاع ستاربكس ايه، ابص تلاقي كل الكلام في الميديا في اي حته كلها اللايد مع بعض، السوشيال ميديا مع الويب سايت مع كل حاجه، كل الالجوريزمز دي كلها بتطلع فاليوز معينه للشركه او للاورجنايزيشن لا يختلف عليها اثنين. طيب eliminating litnesses، هنا بقى يا جماعه العالم دلوقتي اصبح توقعاته للستيك هولدرز اصبحت توقعاتهم عاليه جدا مننا. يعني ايه؟ يعني النهارده بتبص تلاقي واحد رايح يخلص حاجه مثلا من اي مكان، ما الحاجه دي تخلص اوتوماتيك، يعني ممكن تخلص من الموبايل، تبص تلاقي متزمن هناك، يا جماعه العالم كله اتطور وانتوا لسه متخلفين، بتجيبونا لحد هنا علشان اخد رقم ونقعد نستنى. على فكره الكلام ده عادي، كان زمان كان بيقعد رقم ويستنى. اقول لكم على حاجه تانية، البنوك كان يا ريت رقم، كان في البنوك بيروحوا ياخدوا مارك كده، ما اعرفش انتم طبعا مش كلكم حضرتوا الكلام ده، مارك كده عامل زي حته حديده كده عليها رقم ويقعد يستنى، ما عنديش مشكله ويقعد يستنى بالساعات، الناس كانت بتجيب الجرايد تقراها كلها عقبال ما يجي دورهم. الكلام ده خلاص انتهى. الكلام النهارده لما احنا بنتكلم في مجتمع زي بيم اريبيا، الناس دلوقتي عايزه تقارير فورا، الستيك هولدرز عايزين ريال تايم ريبورت، انا محتاج ريال تايم، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل حالا. الله ما تستنى يا عم، لا دلوقتي ما اقدرش استنى، لازم النهارده يكون عندي الحاجه. ايه ده؟ ايه التخلف ده؟ النحاسه يا فندم بقى بتاعت البنك المركزي المصري، ايوه هي لسه موجوده ولا ايه؟ النحاسه دي الشباب هنا عارفينها. المهم ما افتكرش انها موجوده، اكيد موجوده تبقى حاجه اثريه. المهم فطبعا الستيك هولدر دلوقتي ما عادوش زي الاول، ما عادش حد يقدر يستنى. يعني كتير من الشركات اللي انا عملت لها كونسلتنج كانوا بمجرد ما بيطلع من الاجتماع، يعني انا كنت اشتغل مع شركه في الكويت كنت بعملها بي ام او، عاملين موبايل ابلكيشن لشركتهم، كل الاجتماعات وكل الاتفاقيات مع الاستشاري مع مش الشيخ مع ده مع كله موجود هنا، الريبورت في ساعتها طلع بالميتك تك الريبورت اهو، ويجي بعد كده يقول لا ده انا مش عارف، يقول له تعالى اوري لك اهو، في اليوم الفلاني عملنا كذا، في اليوم الفلاني عملنا كذا، في اليوم الفلاني عملنا كذا، على كله الريبورت ساعتها. حتى فيه كبيره اشترت بتاع درون هنا، لكن هم اشتروا درون هناك وبيطلع له تصريح برضه هناك عشان يطلع، فكان بيطلع يصور البضاعه ويطلع صور المالك في ساعتها ومش عارف، يعني بمجرد ما يطلب المعلومه يطلعوه يصور ويبعت. يعني واضح، يعني طبعا دي كانت حاجه كده يعني ايه زي ما تقول ماركتنج، يعني اكتر منها عمليه، لكنها كانت كاميرات هناك طبعا في الموقع بتوري الشغل عامل ازاي، على طول الابديت شغال على السيستم، جايبين سيستم برضو للعميل وسيستم للكونسلتنت وبتاع، قاعد على طول يديله التقارير بشكل غير عادي. يمكن الطياره دي اول طياره جابوها كانوا جايبينها غاليه جدا، يعني في الكويتي كانت ب 600 دولار، وبعدين الطيور هجمتها وقعتها كسرتها، ما اعرفش الطيور المفروض انها تهرب منها لكن هجمتها فجابوا واحده ثانيه. المهم يعني بصراحه انا بقى كنت شايف انها نوع من الماركتينج اكتر منها نوع من او ابهار اكتر منها نوع من الافيشنسي، لكن ما تقدرش انك تقول ان الابهار والماركتينج ده شيء وحش، بالعكس ده كان جميل جدا. لدرجه انهم كانوا في بعض الفيلل كانوا بيجيبوا كرين عشان يبنوا فيلا، فاقول يعني الكرين لازمته ايه؟ نكتب لي فيلا، يقول لك عشان احط اسم الشركه فوق فيبقى انا اكبر شركه. وفعلا الحمد لله كانوا هم فعلا من الشركات المتميزه جدا، خدوا شغل كتير، هم شباب صغيرين مصريين كلهم عاملين الشركه دي هناك، فالحمد لله والشكر لله، وعملنا لهم بي ام او والامور دي كلها، وشغالين بقى ايه على طول على كل حاجه اونلاين وكل حاجه. فليه؟ لان الستيك هولدر ما اصبحش عندهم نفس طول البلده. كمان اللي هي السنسور نتوركينج، النهارده مفترض ان المعدات اللي بتدخل الموقع وتخرج من الموقع عليها كود معين يقدر ان هو تقراه الماكينات علشان تعرف ايه اللي جوه وايه اللي بره وايه اللي في المخازن وايه اللي هنا وايه اللي هنا. سنسورز بقت في كل حته في العالم،
دي لازم ان الناس تتعلمها، تتعلم الانترنت اوف ثينجز. ايه الانترنت اوف ثينجز ده؟ دي برضه نفس الفكره، اللي هو السنسورز بتبعت اشارات على الكلاود وتبدا انها تعمل ريبورتس. فمش لازم الريبورتس واحد تعيين واحد للريبورت. يعني انا فكره الشخص اللي البي ام او اللي بيعمل ريبورت دي فكره يعني قديمه قوي. يعني بي ام او قايم كده والشباب دول كلهم قاعدين يعملوا ريبورت، ايه ده؟ مفترض ان الكلام ده خلاص ينتهي، يعني قريب ينتهي، بينتهي خلاص، ما عادش في الاستثمارات اللي بيدفعوها مرتبات للناس دي كل شهر يعملوا بيها نظام انترنت اوف ثينجز، ويعملوا نظام يطلع المعلومات ويحطوا كاميرات في الموقع وتطلع كل المعلومات دي بسهوله جدا، والناس تتعلم انها يكون عندها ابلكيشنز تكتب فيه وتصور وتبعت وننتهي من الموضوع ده. لكن انا اجيب جيش من الناس علشان خاطر يعمل ريبورتس ويقول لك دول مديري، دول ايه اللي بيسمي نفسه بي ام او مانجر وبيسمي نفسه مش عارف ايه، يعني اسماء يعني ايه كلها لا تدل على المعنى الحقيقي من الوظيفه. حتى اللي بيعملها دلوقتي المفروض ان هو دي حاجات خلاص يبقى اوتوماتيك، يعني ما تبقاش هي دي السكيلز المفترض ان الناس اللي هي تقود المستقبل تكون هي دي همهم وشغلهم الشاغل. الدايفرسيفاينج ذا ورك بروسيسنج اللي هو طبعا بنتكلم دلوقتي على الفاليو اوف ورك. ريسيت ذا اسامبشنز بيهايند ذا فاليو اوف ورك. الناس دلوقتي لازم انها بتدور على ايه اكتر شيء يقدم فاليو. خلاص فدايما بتعمل روح بقى ادرسوا بقى الايه البروسيس انجينيرنج اسسمنت روبوتك بروسيس اوتوميشن الديزاينز. طبعا بعد الكوفيد 19 والامور دي كلها اصبح في فيري دايفرسيفايد فور ذا ورك بروسيس. بعد البروسيس بيتم على الموبايل، بعد البروسيس بيتم على الكمبيوتر، بعد البروسيس المهم ان في النهايه يقدم فاليو قيمه. احنا النهارده بنتكلم شوف ناس كتير قوي بتدرس الاجايل والحاجات دي كلها، انا بحب الاجايل بس بحب ايه في الاجايل؟ بحب انه بيركز على الفاليو، بحب الاجيليتي والحركه، بحب الاوبورتيونيتيز، بحب البروسيس ريجينيرين، بحب الحاجات دي. ليه؟ لان هي دي الحياه وهي دي الفاليو الحقيقيه. بدل ما بتعمل النهارده رايح الشغل جاي من الشغل بيعمل ايه ما في ايه الفاليو من ورا البروسيس دي؟ يعني انت بتعمل بروسيس ايه الفاليو من وراها؟ طب هل ممكن البروسيس دي كتير منها يتحول اوتوميشن ولا لا؟ ده الجديد في الموضوع. انا مش عايزك تكون فيما بعد بس مجرد ان الاله تاخد مكانك، لان الالات هتاخد مكان ناس كتيره. واحد يقول لا 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 انسى الموضوع ده، احنا هنا مفيش حد ياخد مكاننا. لا هتاخد. ليه؟ لان على الاقل في دول كتيره جدا دلوقتي التكنولوجيا تقعد ترخص 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 وتبقى اسهل واسهل 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 واسهل، لغايه لما تبص تلاقي كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي اللي هي شايفين انها فيها فاليو مالهاش فاليو كبيره، لانها ممكن الاله تعملها بسهوله. لازم انك انت تفهم ازاي انك تحسن البروسيس. الانوفيشن طبعا لو اتكلمت عليها النهارده ممكن ما اخلصش كلامي، لان ده من ضمن التوبكس اللي هي مهتمه بيها. الانوفيشن هي تاخدك من عارف المنحنى بتاع الافشنسي، تقعد انت تزيد 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 فالافشنسي يزيد فالناتج يزيد وهكذا. اوكي بتمشي بالمنحنى كده، لكن الانوفيشن هي اللي بتنقل المنحنى ده لفوق. الانوفيشن الابتكار هو اللي بينقل المنحنى بالكامل لفوق. ما بتبقاش ماشيه كده، لا ده بتتنقل لفوق بين المنحنى كله. الانوفيشن من ضمن دلوقتي اعتبروها من ضمن اهم العناصر المهمه في اي استراتيجيه. من اهم العناصر لاي استراتيجيه. طيب اتعلم الانوفيشن ازاي؟ انا لازم تكون عندك انوفيشن. عندك كتير قوي في الكوربت انوفيشن ده الشركه تعمله، الديزاين ثينكينج. عملت كذا دوره في الديزاين ثينكينج وعملتها حتى بعضهم كان فري لناس كتيره اللي هم عايزين يعملوا ستارت اب بزنس والامور دي كلها في الكويت، عملتها لهم فري. وعملت ديزاين ثينكينج اخر كورس اللي كنت فيه في السعوديه ده كان الارامكو مش عارف ناس كانوا من الارامكو بتاع كان في الديزاين ثينكينج ده اللي هو كان 7 مارس اللي من بعده ما عرفش ارجع الكويت وبعدين لفيت وبقيت في مصر دلوقتي. المهم بقى علينا، كان ديزاين ثينكينج ده. وديزاين ثينكينج تقدروا تشوفوه على يوديوبي وكورسيرا وعندهم دورات كتير قوي، بس انا دايما بحب الديزاين ثينكينج يكون في ورك شوب، لان انا بجيب معايا ليجو وحاجات ونقعد نفكر. الديزاين ثينكينج هي فكره انك بتحط تفكيرك انت كهيومن
مع التكنولوجي مع الفاليو، الثلاثه مع بعض عشان تطلع برودكت جديد او تطلع حاجه جديده. يعني حتى لو انت بتعمل مبنى جديد، بتعمل انوفيشن، بتعمل اي حاجه جديده، الديزاين ثينكينج بيساعدك قوي في الايتريتيف انوفيشن بروسيس. في 3 بوكس سوليوشن ده برضو اعملوا سيرش عليه، 3 بوكس سوليوشن ده جميل جدا برضو من ضمن التكنيكس الرائعه اللي انت لازم تتعلمها، له علاقه بالباست والبريزنت والفيوتشر. 3 بوكس بزنس اناليسيس والبزنس بروسيس ري انجينيرنج. الانوفيشن يا جماعه ما فيش حد بيتولد عنده انوفيشن، هو الانوفيشن دي بروسيس. حتى الجماعه بتوع الاكس مانجر بتاع تويوتا كان بيقول يا جماعه في تويوتا احنا ما عندناش حد يعني سوبر سمارت، احنا ناس عاديه، بس احنا لما بنعمل زي بتقول امبروفمنت ليتل امبروفمنت. على فكره في حد بيطلب مني ان اشير السكرين، انا مش شير السكرين ولا ايه؟ الشاشه ظاهره. الشاشه ظاهره. فبيقول يا جماعه انا ما عندناش حد ذكاء في تويوتا. بس هو الفكره فين؟ الفكره ان احنا كل ما بنزود حاجه بنشجع الانوفيشن، فالانوفيشن الصغير مع الانوفيشن الصغير مع صغير مع صغير مع صغير مع صغير على المده الطويله دي بيبقى ريفوليوشن. وحتى انا رحت مره في كنت في سامسونج انوفيشن ستار في سول، كنت بديهم كورس هناك فحبوا يكرموني فدخلوني انوفيشن سنتر بتاعهم اتفرج عليه. فاتفرجت على ايه الحاجات بقى الجديده والامور دي كلها، شفت بقى مثلا الازاز اللي بيركب على الشبابيك اللي هو ممكن يبقى تلفزيون وممكن يبقى شاشه انترنت ويرجع ازاز عادي وشاطر كمان تقفله يبقى شاطر يبقى اسود. فقعدت اتفرج وبقيت منبهر جدا بكل حاجه هناك. فبعدين بقول لهم يعني انتوا ناس مبتكرين، انا احنا مش مبتكرين ولا حاجه. قلت لهم ازاي؟ قال لي احنا بنجيب التكنولوجيا من بره بس بنزود عليها حاجه بسيطه من عندنا احنا، ممكن تكون مرخص بس يعني، ونبقى احنا كده عندنا انوفيشن، بس دايما بنزود حاجه صغيره بحاجه صغيره حاجه صغيره بحاجه صغيره يعني. لكن عشان احنا مش فرق ما بين انوفيشن والثانيه اللي هو يكون كرييتيف، كرييت سمثينج فروم سكراتش، لا هو كرييت سمثينج فروم سكراتش انوفيشن اللي هو بيحط الحاجات على بعض علشان يطلع حاجه جديده. المهم البيرسونال براندنج، الله ده بقى موضوع خطير. حضرتك بتشتغل في شركه، حضرتك بتشتغل في اي حته، انت ما بتمثلش نفسك فقط، انت بتمثل شركه. يعني ايه؟ يعني سيادتك لازم تهتم بالبراندنج بتاعك. ازاي؟ ما تقدرش انك انت تقعد تكتب يا جماعه ده انا شغالين شغل اللي مش عارف ايه والبتاع، وتقعد تتكلم كلام بتتكلم عن نفسك صحيح، بس انا كواحد بتفرج مع الكلام اللي انت بتقوله ده انت بتاكد انك بتتكلم عن شركتك. الواحد شغال مع بهايم طول النهار وده اسمه كلام، ده طب ما انا كده عرفت انك انت شركتك شركه ايه، شركه كذا، يبقى هم دي الشركه اللي بيتكلم عنها وده اسمه كلام، ده ولا دي حاجه تتقال دي عيب. فهنا ليه؟ لان الناس دلوقتي بقى في حاجه اسمها سيرشبل ان فيفربل ديجيتال ايدنتيتي، انت عندك ديجيتال ايدنتيتي، ده بقت البيزك وركينج هايجين. طب يعني ما نهزرش؟ هزر، بس ما تجيش ناحيه شركتك، ما تجيش ناحيه البراند بتاعك، ما تجيش ناحيه الحاجات اللي تضرك وتضر زبايلك. ده الواحد قاعد يتخوزق طول النهار في الشركه، الكلام اللي انا بقوله يعني، انا ما اعرفش بعضكم ممكن يقول ده محمد دي برزنتيشن، انا بتكلم مع صحابي، بتكلم مع حبايبي، بتكلم مع اخواني يعني، ما بتكلمش مع ناس غريبه، فعلشان كده بتكلم براحتي معاكم النهارده. دايما خد بالك من الايمج بتاعتك، وخد بالك من الايمج بتاع شركتك. مفيش مانع انك تكتب حاجه عن حياتك الخاصه، عن مثلا شيء معين يخصك انت لوحدك، بس برضو حاول دايما تاخد بالك من البراندنج ليك ولشركتك. ليه؟ لان في ناس اترفدت من شركاتها علشان الكلام ده، وهي اصلا تستاهل تترفد. يعني انا مش ضد الرفض بتاعهم. ليه؟ لان هو لازم كان يفكر، بس كانت لازم الشركة كمان عليها مسؤولية انها تقول له من اول يوم انت لازم تحافظ على البراند بتاعك، لان البراند بتاعك جزء من البراند بتاعنا. لان يعني ايه شركه؟ يعني ايه اورجانيزيشن؟ حد يقول لي يعني ايه اورجانيزيشن؟ ايه اورجانيزيشن؟ فكره الاورجانيزيشن مين اللي اخترعها؟ اخترعوها ليه؟ مين اللي اخترعها؟ ايه مكوناتها؟ فكره الاورجانيزيشن هو انا وانت، مجموعه ناس اتفقوا على حاجه معينه يعملوها وبداوا ينظموا نفسهم، هي مجموعه ناس. فلما الناس دي ما بتحافظش على البراند بتاعها، يبقى ما حافظوش على البراند بتاع مين؟ الاورجانيزيشن. الاورجانيزيشن مش حيطان يا جماعه. الاورجانيزيشن عباره عن ايه؟ ما هي عباره عن بشر، فاذا البشر دول ما حافظوش على البراند بتاعهم،
الاورجنايزيشن، حافظوا على البراند بتاع الاورجنايزيشن. عشان كده لازم تدرس ديجيتال ماركتنج. انا خدت كورس في ديجيتال ماركتنج، والحقيقه خدت كورس يعني خدت شهاده حتى في ديجيتال ماركتنج بروفيشنال، بس يعني اخوك كان مضطر ليها يعني، مش لان احنا خدنا توكيل ديجيتال ماركتنج انستيتيوت، فكان عايزين ناس لازم تكون سيرتيفايد. المهم يعني بس اتعلمت منه الحقيقه، اتعلمت قوي، اتعلمت حتى السيرش انجن اوبتمايزيشن، وتعلمت ديجيتال ماركتنج، وتعلمت الجوجل اناليسيز، تعلمت حاجات كتيره يعني. دي الحاجات اللي هي تعبتني بتعلمها، عشان كده لسه فاكرها، السيرش انجن اوبتمايزيشن والجوجل اناليتكس، وحاجات كتيره اتعلمتها. لكن اتعلمت كمان هاو تو رايت يعني بوستس، احيانا يعني الجايز اللي اتعلمته ما بطبقوش 100%، لكن الى حد ما بحافظ على الريبوتيشن وعلى البابليك ريليشن شيب وعلى الميديا مانجمنت. اتعلموها، اتس سمثينج ليرنبل. وما تقولش طب وانا يعني اتعلمها ليه، انا ماني وانا داعش. لا، علي نفسك بعد كده، يمكن تبقى مستشار، يمكن تكون شركات حتى تعرفك. يعني معلش يعني انا عايز اسالكم على حاجه، واحد 24 ساعه، انا كل مره عملت كورس عن البراندنج، البيرسونال براندنج، الكلام ده عملته في الزقازيق في 2012 يمكن 2013، بعدها ناس الحمد لله اشتغلت، واحد قال على فكره الكورس ده فرق في حياتي. ليه؟ قلت لهم يا جماعه انت ممكن تعمل، انت ممكن تكون الواسطه بتاعت نفسك. ايه الواسطه بتاعت نفسي دي؟ واحد بيكتب على الكواليتي 24 ساعه في ال 24 ساعه على لينكد ان، ايه الكواليتي 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 كذا الكواليتي كذا الكواليتي كذا، خلاص، وقاعد يتكلم على الكواليتي الكواليتي ومش عارف ايه في الكواليتي ومين في الكواليتي وده التول بتاعت الكواليتي وده مش عارف الكواليتي، وقاعد شغال على الكواليتي. واحد ليه قال محمد تعرف حد في الكواليتي كويس؟ اقول لك بس فلان. لا طب وانت محمد اشتغلت معاه قبل كده؟ لا ما اشتغلتش. امال انت تعرفه منين؟ لا مصدع دماغنا كواليتي، وقاعد يخش في نقاشات مع ناس كبيره لغايه لما عمل اتراكت للناس، وعمل اتراكت لي انا كمان. طب يمكن يا محمد لو اشتغلنا معاه نلاقيه وحش. اقول لك والله ده اللي اعرفه بقى، جربه. فعلى الاقل فتح له ايه؟ باب. ناس كتيره قوي بقى ايه اشتغلت على القصه دي بعد كده. فقعدوا ان هم يعملوا البراندنج اللي هي السمعه. النهارده مثلا بي ام اي اريبيا شغالين في البيم بيم البيم البيم البيم، افتح البيم على طول. فخلاص بقى بالنسبه لي دول نمره واحد. طب هل يا محمد مش ممكن يكون في ناس نمره واحد تانيين غيرهم؟ اقول له انا ما اعرفش غير دول. واخد بالك انت ازاي؟ عامل بيرسونال براندنج قوي. هي دي الفكره بتاعت البيرسونال براندنج. انا بدي امثله من الواقع انتوا تلمسوها علشان برضو ايه تبقوا عارفين ازاي تعملوا بيرسونال براندنج لنفسكم. واحد بيمسك موضوع بيتكلم فيه كتير، كمان تحافظ سمعتك وتحافظ على سمعه شركتك على حاجه عايز ترسخها الذهنيه وعلمتها عايز تكون عليها، لان دي هتساعدك كتير جدا في التغيير بعدين. الاوتوميشن ليترسي اللي هي النبل ابيليتي تو انتجريت ذا لايت ويت اوتوميشن سيستم انتو وانس اون وورك. هنا بنتكلم على الاوتوميشن، بنتكلم على الماشين ليرنينج. طيب لازم تكون عارف البيزكس بتاعتها، البيزك اوتوميشن، البيزك بتاعت الروبوت، الروبوتك بروسيس اوتوميشن. على فكره مش لازم يكون هو الروبوت الانسان الالي اللي الناس بتتخيله ده، الروبوت اي شيء يعني بيتحرك، ماشينز معينه بنقل حاجه من حاجه من مكان لمكان ايا كان ايه هو، وياخد قرار، لانه دلوقتي بقت الماشينز بتاخد قرارات. يعني كل الماشينز اللي هتيجي بعد كده بتاخد قرارات يا جماعه، بناء على داتا بيز عندها وبناء على كونكشن مع الانترنت. يعني اللي يخلي الروبوت يعمل عمليه جراحيه يخلوا روبوت يعني يشتغل في الماكينات. فهنا اتعلم الباترن مايننج، الماشين ليرنينج ابلكيشنز، الديفلوبينج ماكروز، حاجات بسيطه، الروبوتكس بروسيس اوتوميشن. ده الاوتوميشن ليترسي او مبادئ الاوتوميشن او مبادئ الاتمتة، لانه يعني بالعربي هي الاتمتة. مبادئها مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اكون عارف. هل يعني معلش لازم اعرفهم؟ لا، يعني انت لازم ايه تختار منهم السكيلز المناسبه بالنسبه لك. طيب نيجي لاخر سكيل، وهي السكيل برضو من ضمن السكيلز اللي انا بحبها جدا، والحمد لله والشكر لله يعني ربنا اكرمني في انها تكون عندي من زمان، اللي هي الترانسديسيبلينري، اللي هي انك تقدر تفهم
التخصصات الاخرى. يعني ايه؟ يعني انا راجل مهندس بس بفهم في الحسابات. تفهم ايه في الحسابات؟ تفهم البيزكس بتاعت الحسابات. طب ودي تنفعك في ايه؟ لا تنفعني كتير، لما اجي اتكلم مع بتوع الحسابات بتنفعني، بعرف اتكلم معاهم، بعرف اتعامل معاهم، بيقولوا لي الموقع كله بيريحنا. طب وانت فعلا احسن بس في الموقع كله؟ لا بيريحنا. خد بالك انت كلمه بيريحنا حط تحتها خط. بتوع الحسابات يقول لك بص كل دول كوم وبعتوا لي فلان الفلاني، هو الوحيد اللي فاهم انا بقول ايه. ليه؟ لانه فاهم حسابات. واحد تاني في المشتريات يقول لك شوف فلان الفلان ده اكتر واحد بيريحنا في الشراء. ليه؟ فاهم يطلب ايه؟ فاهم احنا بنشتغل ازاي؟ يبقى انا افهم مشتريات. ادرس محاسبه لغير المحاسبين زي ما اخونا بيقترح هنا، ادرس البروكيورمنت والعقود، ادرس الهيومن ريسورس بيشتغل ازاي، ادرس البيزنس لو. انا دارس البيزنس لو. وعلى فكره احد الشركات اتعاملت مع واحد يعتبر بسم الله ما شاء الله جينيوس جينيوس، صاحب شركه مقاولات، شركته طالعه بومينج. يعني بقول له انت يعني ايه سر البومينج؟ قال لي حاجتين، انا عامل ام بي اي ودفعتني كتير جدا، و دارس القانون التجاري انسايد اوت، مش بقى رايح ياخد لي كارنيه مش عارف ايه ويقول انت بقيت انت راجل بتفهم في القانون. لا، كان دارس عند كتب قانون، رحت عند المكتب فرجني على المكتبه، قال لي تعالى فرجك على المكتبه بتاعتي، فرجني على المكتبه قوانين، هو راجل مهندس مدني، قوانين كلها، يقول لي شوف ما فيش حد يقدر يقف قدامي في اي قضيه، ولا محامي ولا غيره، انا ما حدش يقدر يقف قدامي في قضيه، ما حدش يقدر يعمل عليا كليم، اللي يعمل عليا كليم بعمل عليه 10. يا سلام. انا دارس كليم مانجمنت كويس جدا، دارس البيزنس لو كويس جدا، دارس الكوميرشال لو، دارس القوانين المناقصات وقوانين ده وقوانين ده وقوانين ده، كل العقد عامله يعني ما يخرجش الدوكيومنتيشن اللي عنده رهيبه، يعني غير طبيعيه الدوكيومنتيشن، ومعلم الناس كلها تعمل الكلام ده ازاي. فهو متخطي الجزء الهندسي اللي هو فيه لحاجه ثانيه خالص، هو بتاع الشركه. الناس التانيين شغالين برضه بس مش زيه ابدا، بيقولوا دايما في كل حاجه. ليه؟ وهو بيساعدهم انهم يفهموا اكتر، وجابني انا علشان اعلمهم حاجات اكتر عشان يفهموا في البيزنس ويفهموا في اداره المشاريع. ده راجل بيفهم، ده راجل بيفهم لانه عايز الناس تتخطى حدود الشغل بتاعها. بيعلم المهندسين ماركتنج. طب والمهندس اتعلم ماركتنج ليه؟ لا، ما هو بيجيب شغل. لما يجي واحد يعدي عليه في الموقع يقول لي شركه ايه دي ولا بتاع، يعرف يتكلم معاه. ده حاجه غريبه جدا. ماركتنج، فاينانس، هيومن ريسورس، اورجانيشنال ديزاين، بزنس لو، كل الحاجات دي لازم تعدي، دي تعدي تخصصات. تتعدى تخصصك. مش لازم كل المؤتمرات اللي تحضرها اداره مشاريع. ليه؟ ما تروح تحضر مؤتمرات ثانيه. احضر مؤتمرات ثانيه وعمليه بقت فور فري دلوقتي، اتفرج على العالم شغال ازاي. اتفرج، انا بقعد اسمع حاجات في الزراعه، حاجات في الصناعه، حاجات في حاجات كتيره. فليه؟ بتعلم. اقوم لما اجي اتعامل مع ناس من الفيلد ده اعرف ان انا اتكلم. وحتى يعني بيبقى يعني بينبهروا بان ازاي ان الشخص ده مش موجود في الفيلد وبيتكلم بنفس لغتنا. لا، انا ببقى عامل الهوم ورك بتاعي لان ببقى فاهم. الحمد لله ما عنديش التقوقع بتاع ان انا لا خليني في اللي انا فيه ده، لا خليني في اللي انا فيه وخليني في اللي هم فيه كمان، ايه المشكله يعني؟ انا ايه اللي في هنا؟ سؤال، تنصح بالام بي اي؟ طبعا انصح بالام بي اي، طبعا من حته محترمه، جهه محترمه. اذا كنت انت يعني غاوي انك تتعلم الحاجات دي او غاوي البيزنس في الامور دي، محدش يقدر يقول لك لا ما انصحكش بيها، يعني يقول لك يبقى غلطان. ده الاكشن بلان. طبعا انت تقدر انك تحدد ايه هي السكيلز اللي هي مهمه. طبعا انا قلت لك 10 سكيلز، صعب جدا انك تقول لازم، ما تعقدش نفسك، ما تقولش اوبا ده احنا كده يعني رايحين في سكه غلط، انا هعرف كل ده ازاي؟ مش لازم كل ده، اختار منهم اللي ينفعك، ويعرف انهم ليرنبل، حاجه تقدر تتعلمها قابله للتعلم. وانت مش فقط ربنا خلقك انسان، يعني عندك قدره، وخلق عنده القدره على الاستيعاب.
ربنا ما خلقش الناس مهندسين واطباء ومحاسبين ومدرسين ومحامين، هم خلقهم انسان. You have to back to the basic، يعني ارجع للبيزك بتاعك. فتح مخك، افهم ان العلوم دي مش كلها صعبه، وافهم انها هي دي المستقبل. لما تعرف نفسك بحس ان الناس بتعرف نفسها على انها انا مهندس فلاني، انا المحاسب فلاني، انا المحامي، كما لو كان هو بس ما بيفهمش في اي حاجه في الدنيا غير دي بس، لدرجه ان انا بقول محمد خليفه وخلاص. يعني انا عرفت نفسي في ايه هنا باول الدوره؟ محمد خليفه، اسمه محمد خليفه. يطلع ايه شغلته؟ يطلع شغلته محمد خليفه. تقيمني بالفاليو اللي بديها. انا بدي فاليو فين؟ يبقى هو ده. انا بدي فاليو في، هي الفاليو بتاعتي، الفاليو بتاعتي اداره مشاريع، يبقى انا بعمل فاليو هنا، بعمل فاليو هناك. الفاليو انت عباره عن الفاليو اللي بتقدمها، بتقدم فاليو فين بس. انت انسان، انسى فكره انا انج كذا، انا مستر كذا، انا دكتور كذا. With my full respect، دول كلهم اقل من مرتبه انسان. Anyways, action plan, rank the 10 skills, your own personal needs, ترتبهم على حسب احتياجاتك. خد منهم، استخدم فكرة 20-80 اللي هي 20% من، لو انت رحت ال 20% من الكوزز تديك 80% من النتائج. دي ممتازة جدا. ما تعقدش نفسك، رتبهم وخد اول اتنين منهم واشتغل عليهم لغاية لما تتحسن فيهم، تبدأ في اللي بعده واللي بعده واللي بعده. ده الطريقة اللي انت تتقدم بيها. ده الكونتاكت بتاعتي، والكونتاكت كمان محمد الياس اللي هو شاركني في اعداد هذه البرزنتيشن. طبعا ما نقدرش ان احنا نسيب البرزنتيشن من غير ما اشكره حتى لو هو مش موجود، لكن هو اللي شاركني في اعدادها وفي تقديمها في براغ وفي كندا. والحقيقه هو ما قدرش يجي المره دي لان هو يعني العربي بتاعه شويه كده. فانا اشكره وجزاكم الله كل خير، واشكركم جدا. ولو حد عنده سؤال ولا حاجه قبل ما نقفل هذا اللقاء. حد عنده اي سؤال يا جماعه ممكن يعمل ريز هاند او يبعته في الشات. عفوا، هل تنصحنا بالاجايل؟ اكيد طبعا. الاجايل مايند سيت اهم من الاجايل باذنك يا دكتور. هو ده تبع شركه ايه؟ هو انهي شركه؟ البرزنتيشن دي مش تبع شركه معينه، دي احنا كنا مقدمينها للبي ام اي، لكن انا شركتي هي شركه لايف لونج، وهي دلوقتي يعني مقدمنا في بيم ريفيا. الله يعافيك، شكرا محمد، شكرا جدا. واتمنى انكم يا جماعه ما تنسوش النصايح دي، وما تنسوش ان احنا مش في تحدي مع الاله، لكن احنا في تحدي مع انفسنا علشان نتفوق باستخدام التكنولوجيا الحديثة. الضلع الرابع للمربع المقترح. شكرا لكم جميعا، وإذا ما فيش أي أسئلة أشكركم وأتمنى لكم التوفيق جميعا، وأشكر الجماعة القائمين على البرزنتيشن دي. سؤال، يعني أكون فاهم في المحتوى محاسبه كويس؟ لا مش فاهم، مش لازم تكون انت محاسب، يعني لازم تكون فاهم في مبادئ المحاسبه. في دورات اسمها المحاسبه لغير المحاسبين. ممكن في سؤال تاني هنا بيقول، في سؤال بيقول لي انت مش كده بتعاكس مع التخصص والتركيز في شيء معين؟ لا، انا بقول لك ركز في شغلك، ركز في اللي انت بتقدمه، بس ده ما يمنعش انك انت تعرف حاجات تانيه حوالين شغلك تفيدك في شغلك. خلاص، تفيدك في شغلك.
جزاكم الله كل خير، وأشكركم جزيل الشكر، وربنا يوفقكم جميعا. وإذا في أي أسئلة ولا أي حاجة ممكن تبعتوها حتى على السايت بتاع بيم أريبيا، وإن شاء الله يكون في فرصة للإجابة عليه. جزاكم الله كل خير يا استاذنا الفاضل، الله يكرمك، العفو محاضرة العفو. قيمة وفيها معلومات كتيرة جدا مفيدة في الواقع الحالي، الله يكرمك استاذنا، جزاكم الله الله كل خير. يخليك، شكرا، مع السلامة. السلام عليكم.